انستغرام لايف او الانستغرام ستوريز، كمان عم نحط شو عم بيصير بكواليس حلقه تيليستار. لما بيطل الملحن سمير صفير بمقابله، يعني ما في الا ما يقوص على حدا، وهالمره كان دور نوال الزغبي واغنيتها الجديده الخليجيه تولع. هيدي الغنية مبين انه معموله مجامله، يعني يا مدفوع الثمن حتى تتغنى، يا او وفي كثير مثل عم بيعملوا مش هي بس على فكره، وهذا الموضوع لازم نوقفه بسرعه هلا نحن، وخصوصا بالفنانين الفايف ستار. لكن نوال وجمهورها اختاروا يردوا عليه من دون ما يسموه، من خلال اطلاق هاشتاج موتو. لكن سمير الصفير رجع نقل الخلاف الى تويتر، فرد على نوال اللي قالت يا جبل ما يهزك ريح، وقال نعم الجبال ما بتهز الريح، شرط انه تكون جبال ومش وديان يابسه. ومن حسن حظ بعض اشباه الفنانين بانهم بعالم بعض اعلامه بلا ضمير واغلب جمهوره بلا وعي. يعني ما بعرف سمير صفير استاذنا يعني سمير، بس انه لا كثير هالقد تولع. انا قلبي تولع ودقة بتسرح، اسمع 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 من صدري حسه راحيح.